عندك واحد لي فان لسميرة اللي تيسافروا معك عبر العالم، فيما تتكون سميرة كاين واحد قاعدة جماهيرية مع لي فان، يعني تنعرفوا لي فان تيتبعوك على السوشيال ميديا ولا تلاقاك في شي سواغي، ولكن هادو تيس دي بلاس مع سميرة. باسكو نقول سي تيلمون بو، واحد حتى ما تيقدرش يعبر على على الامتنان ديالو لواحد لهاد الناس هادو، لانه بعض الناس فيهم كيقتطعوا من السالير ديالهم الشهري باش يشوفوا الحفلات ديالي امتى، بحيث اللي كياخذ اللي عايش في ستوكهولم، واحد سيد عايش في ستوكهولم وبرشلونة برشلونة عادل وداش جاي من بزاف، مابقيتش عاقله انه كاين بزاف كاين من ستوكهولم، كاين اون فرانس يعني كلهم يعني وجايين في جميع الحفلات اللي كان سواء كانت في القاهره او في لبنان او في عمان او في تونس او في المغرب، او يسون لا يسون توجور جايين باللافتات إتوسا. هادو بالنسبة لي مهما حكيت لك عليهم ما يمكن ليش نعطيهم حقهم، لأنهم ناس كيف قلت لك يمكن لهم تقتطعوا من الشهرية ديالهم على الناس متوسطين، يعني موظفين ناس عندهم شهرية وعادي وتقتطعوا من الشهرية ديالهم باش دي فوا كيشريوا صور ديالي، دي فوا وكيدخلوا بزاف ديال المسابقات، بحيث هما عبارة عن جنود. نعم ديفا اون بلان تورني، حفله سامدي وحفله ان شاء الله يوم الاثنين الاسبوع المقبل. الحفله اللي درتي في الدار البيضاء يعني شنو من الاغاني اللي غنيتي؟